في كده؟ أنا عارف يا زينب، رحت يا جامل نشروا مني جزمتي. رحت عند قريبك الغني ده؟ رجعت له فلوس بالكوم. أنا عارف هيعمل بيها إيه؟ هو ربنا يبعت له فلوس بالكوم من حيث لا يدري، وأنا تتنشي مني الجزمة اليتيمة دنيا. بالحق قبل ما أنسى. نعم. أبويا. إشمعنى؟ هو أنا داخلة معاك قافية، أنا بكلمك جد. وأنا زعلان عشان الجزمة. مش مهم الجزمة دلوقتي، خلينا في المهم. هو في أهم من الجزمة بتاعتي اللي راحت؟ وبعدين معاك بقى. طيب خلاص ما تزعليش. أبويا مستنيك النهاردة. يا نهار أسود، ليه كفل الشر؟ أخص عليك يا شعبان، أنا شر عشان تيجي تخطبني ولا رجعت في كلامي؟ أرجع في كلامي؟ ليه كلام برضه؟ واني بدك الساعة لما اجمع انا وانت يا زنوبتي تحت سقف واحد. طب ابويا مستنيك النهاردة الساعة 7. ايوه طب بس اروح له ازاي وانا من غير جزمة؟ عريس بلا جزمة. يا اخو مش مهم الجزمة دلوقتي، روح اشتري لك جزمة جديدة. اشتري جزمة بس ازاي واحنا النهاردة كم منه في الشهر؟ دي الجزمة دلوقتي بستة جنيه وربع، وربع اللي يعني العيال حقانيين قوي. طب خلاص يا اخوي، روح اشتري جزمة نص عمر. ولا انت بتتحاجج؟ هتحاجج ازاي بس؟ طب هقول لك على حاجه. ايه؟ ممكن اروح له بزنوبه؟ طب رايح اخطب زوبه بزنوبه. وبعدين معاك بقى. طب خلاص ما تزعليش، انا هروح استلف جزمه من واحد صاحبي لغايه اخر الشهر. يا سلام عليك يا شعبان، ما تجيبي قبله وانت حافي. اهلا بيك يا عمي. يا مرحب. مرحبتين. ما تقول حاجة يا ابني. هقولها يا عم، لا اله الا الله. انا عندي فكرة انك زميل زينب في الشغل. في الاصلاح الزراعي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. هقول ايه يا عم؟ انا اصلا حضرت قبل كده مياتم وافراح وطهور، انما اول مره احضر خطوب وما اعرفش هما بيقولوا ايه. قول اي حاجه يا ابني. اقول اي حاجه؟ هو انت مش انت عارف انا جاي ليه؟ الله يجازي شيطانك. الله يجازي شيطانك انت كمان يا عمي، عشان شياطيننا احنا الاثنين يجوزوا بعض. حلوه حلوه. على كل حال يا ابني، ما دام انت عاوز تتجوز زينب وهي موافقه، خلاص الدنيا وما فيها. الله يكرمك يا عمي، الله يخليك. ايوه يا ابني، بس لازم نتكلم شويه في الاجراءات. اجراءات ايه يا عمي؟ هو انا هتعين في الحكومه وانت حكومه ولا ايه؟ لا يا ابني، انا قصدي الاجراءات يعني الشبكه والمهر والجهاز والحاجات اللي زي دي يعني. انا من ايدك دي لايدك دي يا عم. قول لي انت محوش كام؟ ليه؟ ليه ازاي؟ عشان تتجوز؟ شوف يا عمي، انا ماهيتي 28 جنيه و14 سنت. تقوم تقولي محوش كام؟ الله يجازيك يا عمي. مهر ايه وشبكه ايه؟ الحاجات دي كانت على ايام كنتوا، الحاجات دي بدت خلاص دلوقتي، هتتمسك بالحاجات دي وحياه النعمه دي، بنتك هتبور ولا حد هيسال عنها، حد لها عرسان يابا الايام دي؟ شوف يا ابني، انا لا عايز شبكه ولا عاوز مهر ولا عاوز حاجه ابدا. انا عاوز الشقه اللي هتعيشوا فيها. عندك شقه؟ شقه؟ ما شوف اما اقول لك، اصل انا كنت ساكن انا وابويا وامي في شقه. جه ابويا مات وامي ماتت بعديه، الراجل صاحب البيت طلع نادل، قال ابوك ما كانش بيدفع الايجار طردني. بس انا دلوقتي قاعد في اوضه، انما ايه، حلوه قوي قوي، ما فيهاش لا ميه ولا نور ولا هوا، بس شرح. وعايز تسكن بنتي في اوضه زي دي؟ لا طبعا يا عمي ما صحش. امال هتعمل ايه؟ هنقعد عند اجوزها واقعد عندكم. عندنا؟ ايوه، انت تقعد في اوضه وانا وزينب بنقعد في اوضه. هي إيه شقتك كان مطرح يا عم؟ يلا انت اهو، يلا يلا يا بره. يلا كم اوضه ايه يا ابني؟ ده انا البنتين بولادهم قاعدين على نفسي هنا، ده احنا في مسبحه. الله، ومش دي بنتك برضه؟ هيحصل ايه يعني لما اقعد معاك؟ ولا اتبنيت منها على حظاني؟ دي احنا يا ابني ساعة الصبحية بنقف على دورة المية طابور ولا طابور الجمعية. طب ما تعمل قطوع في الصال. هقول لك على حاجه، انت مش عندك بلكونه؟ عندي. قفلها واقعد فيها انت ومراتك، وانا والعروسه نقعد في الاوضه بتاعتك. اسمع يا ابني،
عاوز يتجوز بيجي جايز، عنده شقه. عندك شقه؟ ايه اللي شقه؟ شقه هو انا سمسار ولا عريس يا عم؟ اسمع يا ابني، تحضر الشقه على عيني وراسي، ما تحضرش الشقه مع السلامه. سكه اللي بره. اتفضل. طب يا عمي بقول لك ايه، انا مستنيك يوم ما تقول لي انك جاهز وعجبت الشقه كده برضو تكسفني يا عمي. مع السلامه. طب يا عمي، طب يا عمي، مع السلامه. طب وانا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب وانت كنت بقى بتجري ورايا ليه وتخليني اتعلق بيك لما انت ما انتش عايز تتجوزني؟ انا مش عايز اتجوزك. ايوه ما انتش عايز تجوز. اهو ما انتش عايز تجيب شقه اهو. طب انا اجيب شقه منين دلوقتي؟ طب رينا اعمل ايه؟ اضل واضح حكمته ده اللي شقه بلدنا دي خلوها 2000 جنيه يا اخويا. بدل ما تفضل سلبي وتقعد تقول لي اعمل ايه يا زينب اعمل ايه يا زينب، تعال نحط دماغنا في دماغات بعض وندبر حالنا. لا دماغي ولا دماغك فيها فلوس، يبقى ايه فايده دماغتني؟ وبعدين معاك بقى يا شعبان. انا لقيت الحل، احنا لو حوشنا مهيتك على مهيتي نقدر نجيب شقه بس بعد سن المعاش. حلوه، تبقى للورثه. يعني بقى لا انت عايز تجيب شقه ولا عايز تفكر تفكير سليم، وكمان عمال تهزر لي؟ انت بان عليك من الشباب اياهم اللي يقعدوا يقضوا وقت مع البنات كده وبعدين ما يتجوزوهمش. اني منظر واحد يعمل الحاجات اللي انت بتقول عليها دي؟ من فضلك ما تكلمنيش، انا اتاكدت بعمايلك دي ان انت ما بتحبنيش. يا زينب انا عايز اقول من فضلك.